هذه اليوم وقفة معناها تنسقت بشكل سريع ورد وجدت كإجابة سريعة على الأحداث والتطورات الخطيرة اللي تعيشها تطاوين والكامور جراء الأحداث اللي عاشتها بالفترة الأخيرة، كل للمطالبة بمراجعة توجهات الدولة في علاقة بثروات النفطية وتعامل الدولة مع الثروات النفطية. كما ذكرت رد الفعل نظام الحكم اليوم كان رد متشنج ورد لا ينم على وجود موقف سياسي قادر على حل المشاكل الاجتماعية المتراكمة، وكانت الإجابة بإسقاط شهداء، وهذا رد من حركات ومجموعات شبابية واجتماعية كتعبير على احتجاج اللي اليوم مش كان في شارع الحبيب بورقيبة بل في تطاوين، في جابس، في سوسة، في صفاقس، هنالك مبادرات من هذا الشكل، وهي كلها تصب في خانة المراجعة الجذرية لملف الثروات الطبيعية. وقت اللي ولاد تطاوين قروا باش يرفعوا من سقف مطالبهم ويطالبوا بحقهم في سيادتهم على الثروة الطبيعية للبلاد، تشوفوا كل أجهزة القمع، كل أجهزة القمع تتصدر المشهد وتقتل الناس في تطاوين. قررنا أننا نخرج في المسيرة باتجاه وزارة الداخلية للتنديد بالاعتداءات اللي صايرة في تطاوين وبقتل واستشهاد شبيبة في تطاوين. وقت اللي وصلنا ما رعنا إلا لقينا باريرات حديد قدامنا، بعدنا الباريرات هذوك حاولنا نتجاوزهم ونتعداو، إلا أنه قوات البوليس وقفتنا وتم الاعتداء على عديد المتظاهرين. ديجا أنا شفت بنية يعتدي عليها بوليس أثناء التظاهر، وبعد ولا ترشق بالكراسي، ما عادش فاهمين شكون قاعد يتضرب وشكون قاعد يضرب على كثرة الجوجمة. وبعد كما تشوف توا رجعنا كملنا الوقفة متاعنا، مازلنا واقفين في بقعتنا في المكان التحرك.